في الشأن السوري إذن السياسي والميداني، معنا هاتفيا السيد أديب العلياوي المحلل السياسي والعسكري. مرحبا بك سيد أديب. بعد أن رفضت المعارضة المشاركة في مؤتمر سوتشي، إلى أي مدى ترى أن تسوية الأزمة السورية يمكن أن تنجز؟ نعم، تحية لكم، تحية لمشاهديكم الكرام. وحياك. حقيقة الأزمة يعني تزداد تعقيدا. نحن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تتباطأ في كل شيء، وروسيا مستعجلة على يعني إخراج أي حل سياسي تكون هي يعني بطلته، بما أن يعني أمام بوتين استحقاقات قادمة الآن، إن كان انتخابات رئاسية وكان يعني تنظيم كأس العالم، يحاول الآن بشكل مستعجل أن يقوم بأي شيء يخرج يعني يخرج به حلا سياسيا، ليبرز من خلاله بأنه هو استطاع يعني عسكريا يعني الانتصار على الإرهاب كما سماها، وأيضا سياسيا استطاع استخراج حل سياسي. ولكن في الحقيقة من الصعب بمكان الآن استخراج أي حل سياسي ضمن هذه الأزمة، ضمن هذه المعطيات، ضمن حالة الاحتلال التي يقوم بها يعني بوتين لسوريا. طيب ما تأثير ذلك، تأثير الوضع السياسي على الوضع الإنساني، خصوصا وضع المحاصرين في الغوطة التي يساوم النظام على أطفالها المرضى هناك؟ يا سيدي، للأسف الشديد يعني النظام يعني مؤسف جدا أنه لا يتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية. إضافة إلى ذلك، روسيا لا تتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية، والنظام العالمي بأكمله يتفرج على ما يحصل في الغوطة الشرقية. والسيف الموضوع أن هذا النظام المجرم يحاول أن يقايض الأسرى الموجودين من جيش النظام لدى فصائل الغوطة الشرقية بالمرضى والأطفال الموجودين في الغوطة المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات. يعني هذا شيء مؤسف، يعني في 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 كل دول العالم، يعني لم يحصل في كل الحروب السابقة، وإن كانت الحروب العالمية وغيرها، لم يحصل أن يقايض مريض طفل مكسورة جمجمته، يعني إصابة في عينه، ويعني محاصر منذ سنوات، يقايض بجيش من جيوش النظام التي كانت تقتل المدنيين في الغوطة الشرقية. هي مؤسف جدا، والعالم ينظر ويتفرج على ما يحصل في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات. نعم سيد أديب، أيضا كيف يمكن أن تختل موازين القوى في سوريا بعد إعلان بوتين أن القاعدتين حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما بشكل دائم؟ هناك تنافس على سوريا بين الولايات المتحدة وروسيا. يا سيدي الكريم، يعني نحن يعني بوتين يحاول أن يظهر بأن فقط هي القاعدتين طرطوس وحميميم فقط التي تحت السيطرة الروسية. الحقيقة يعني روسيا الآن بشكل يعني هي دولة احتلال بشكل متكامل الأركان. يعني هي احتلت سوريا ليس فقط بقاعدتي طرطوس وحميميم، ولكن يعني قاعدتي طرطوس وحميميم هي عبارة عن اتفاق يعني بين روسيا وبين نظام بشار الأسد على البقاء 49 عاما قبل التجديد. ولكن قبلها بسنوات كان هناك أيضا اتفاق على التنقيب على النفط والغاز في المنطقة الوسطى لمدة 25 عاما، وفي منطقة الساحل على الغاز والبترول. إضافة إلى ذلك، نحن نلاحظ الآن أن يعني روسيا تحاول الهيمنة الاقتصادية أيضا على سوريا من خلال يعني وضع يدها على الفوسفات الموجود في سوريا، على صناعة السينما السورية، على الاتصالات في سوريا، على كثير من المفاصل الاقتصادية. إذا يعني روسيا تحتل سوريا عسكريا واقتصاديا وسياسيا. من أجل ذلك روسيا وصفت الهجوم على قاعدة حميميم بأنه محاولة تقويض الحوار السوري المقرر في سوتشي. كيف تعلق على هذا التصريح؟ لا أعتقد أنه لتقويض يعني سوتشي هي فاشلة بامتياز. سوتشي عندما صرح المسؤول الروسي وقال بأن من يريد أن يتكلم في موضوع بشار الأسد أو إزالة نظام بشار الأسد فعليه ألا يذهب إلى يعني سوتشي، وبالتالي سوتشي ولدت ميتة للأسف الشديد. ما ليس لسوتشي أي قيمة أصلا. ماذا قدمت جنيف وماذا قدمت الأستانة سوى الفشل؟ يعني إذا كان الأستانة مانع، وهي موضوع يعني يفترض أن تحل فيه بعض العقد من خلال يعني ما نصت عليه القوانين الدولية، إن كان المعتقلين وإن كان
فك الحصار ولم نحصل على شيء. حتى جنيف بقرارات ال 52-54 التي تنص في هذا القرار على فك الحصار عن بعض المناطق المحاصرة، عن فك اقتباس المعتقلين، عن ادخال علبة دواء وغذاء الى الغوطة وغيره من المناطق المحاصرة، ولم يتحقق شيء. فماذا سيتحقق سوشي طالما ان اسيتانا وجنيف لم تحقق شيء؟ بشكل بديهي ان لا تحقق سوشي شيء. شكرا جزيلا لك. هاتفين من الريحانية، المحلل السياسي والعسكري أديب العليوي.